يا ولد الله يا مولاي عبد القادر هذه هي مكاي حتى واحد ما بقى يقدر اليوم ها هالشي اللي جاب الله يرضي يا اخويا من الدار انت هذا بركه يا اخي قايلنا يا ولد نكملوا لهم الحكايه حلت يا اخويا انا ما زينتش علاش عيد مليت كات اللي عقل على راسي وانا قد اللي عقل على راسي وانا في هالحرفة هذا ما خلى لي ولي وهذا ما ولدت عليه بندير بندير وبلع الخرافات أصبحنا نعيش في المنزل حتى يلقى كل واحد منكم يحسب روحه عنده وكل واحدة منهم تحسب روحها حاملة وسيما الصح